حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، هناك من يقدم مياسة وشعار بن حلوكة، بينما التحدي في هذه اللحظات مصيحان طارش بن محمد بن بخيت المسافري هناك على المركز الرابع، على المركز الخامس وصول من مياس حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، ولكن التحدي الجميل من هملول محمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، وهناك وصول من شاهين غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وهناك التواجد من أيضا من الحامل رقم 18 هملول سعيد بن عبد الرحمن القحطاني، هناك وصول من شعار القحطاني، بينما التحدي من شاهين وعبد الله بن سعيد المري على المركز العاشر. هكذا النداء، هكذا المراكز العشر الأوائل، تابعوا وراقبوا هنا هذه الشعارات المنطلقة من خلف المراكز العشرة الأوائل. أعود مع الصدارة هناك، أعود مع المقدمة والمركز أعود هناك مع الصدارة، مع المقدمة، مع الانطلاق الجميل والانطلاق المميز في هذه اللحظات. هملول محمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، هناك من يتواجد مع المقدمة، يتواجد مع الصدارة ومع شوط الختام. أنتقل مباشرة مع المركز الثاني، ثاني المراكز هناك الغدوم وشعار بالربيع هناك على ثاني المراكز في هذه اللحظات. المركز الثالث وصول من شاهين سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروع، يتواجد وينطلق هناك على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، رابع المراكز القدوم، هناك من مصيحان طارش بن محمد بن بخيت المسافري، هناك وصل شعار المسافري، ولكن ايضا وصل شاهين غانم بن علي بن حمودة الظاهري، من يقدم انطلاقة شاهين في هذه اللحظات على المركز السادس. سابع المراكز وصول من شاهين عبد الله بن سعيد المري، هنا غادم من ميدان الشحانية. المركز الثامن هملول ومحمد بن سعيد بن احمد الرميثي على المركز التاسع. المركز العاشر، عاشر المراكز، وصل شعار بن حلوكة هناك مقدما مياس حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، ولكن التحديات قائمة، التسللات هناك قائمة أيضا، والزحفة من المراكز الخلفية، الشعارات هناك أبناء القبائل، تحديات الكبار، صراع الكبار من أجل الناموس والمقدمة والمركز الأول. أعود هناك مع الصدارة، أعود مع سمحون مع الصدارة، مع المقدمة والمركز الأول. سمحون ومحمد بن علي بن حمد المنصوري، يتواجد سمحون على الصدارة ومع المقدمة. أما المركز الثاني المركز في هذه اللحظات، التواجد الجميل والمميز هناك شعار بربيع، ولكن التحدي من الجانب الأيمن، التحدي من الجانب الأيمن، والتسلل من سراب هناك شعار بنهي على ما أعتقد، من يتواجد على المركز الثاني في هذه اللحظات، ولكن شاهين سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروعي يتواجد وينطلق على المركز الثاني. ثالث المراكز وصول من شاهين أو مياس، هناك حمدان بن حمود بربيع الكتبي يتواجد وينتقل هناك على ثالث المراكز. المركز الرابع مصيحان طارش بن محمد بن بخيت المسافري، ووصول من شاهين عبد الله بن سعيد المري، يتواجد المري، ولكن شوفوا من القادم شعار غانم بن علي بن حمودة الظاهري، هناك شاهين من يتواجد هناك، ذياب بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري مقدم من انطلاقة شاهين. أما المركز السابع وسابع المراكز في هذه اللحظات، وصل شعار سالم بن جار الله بن سالم بن خيد المكسور. هملول وصل ولكن وصل هملول آخر، سعيد بن عبد الرحمن بن قبضه القحطاني هناك يتواجد وينطلق هناك، بينما سلهود راشد بن محمد بن راشد المنصوري، وهناك العمال علي بن حمد البطين المري. ووصلت الزمول يا سمحون، وصلت الزمول يا سمحون، خلي بالك هناك، ركز مع جسر العبور. الله الله
شوط الختام، شوط الختام، أين يتجه هذا الشوط؟ سمحون ما زال على الصدارة، سمحون ما زال على المقدمة. محمد بن علي بن حمد المنصوري قادم من ميدان الخزنة لكي يشارك مع سمحون مع الصدارة والمقدمة هناك. المركز الثاني ثاني المراكز وصول من شاهين، هناك عبد الله بن سعيد المري وصل شاهين، ولكن التحدي من شاهين سيب بن محمد بن سيب مايت المزروعي والمركز الثالث. أما المركز الرابع هناك وصل مصيحان طارش بن محمد بن مخيط المسافري على المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز الغدوم من هملول هناك سعيد بن عبد الرحمن بن قضة القحطاني، ولكن التسلل في هذه اللحظات راشد بن محمد بن راشد المنصوري مع سلهود هنا في هذه اللحظات. الله شاهين 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 في هذه اللحظة. يا مرحبا ذياب بن غانم بن علي بن حمود الظاهري هناك من يتواجد ينطلق في هذه اللحظات، بينما الانطلاقة الجميلة الانطلاقة المميزة سالم بن جار الله بن سالم بن الحيد المكسور مقدما هملول، وهناك انطلاقة السلام شعر بن هي وصل، شعر بن هي وصل هنا في هذه اللحظات. اشتدت المعركة، اشتدت المعركة هنا. الثلاثة كيلومترات يا هالي الزمول، الثلاثة كيلومترات تفصلنا عن الوصول والعبور، جسر العبور خلاص خلاص خلاص. الزمول بدأت تنطلق، الزمول بدأت تنطلق هنا، والأوامر هنا بدأت، الأوامر تبدأ في هذه اللحظات. الله الله الله، شاهين ما زال على الصدارة، سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروعي هناك أيضا، شاهين عبد الله بن سعيد المري المركز الثالث، وصول من سمحون محمد بن علي بن حمد المنصوري المركز الرابع، وصول هناك ايضا من مصيحان طارش بن محمد بن الخيط المسافر. يا سلام، شوفوا من القادة هناك، الزحفة مستمر، الزحفة مستمر من المراكز الخلفية، ولكن شاهين ما زال يقدم هذه العروضات الجميلة. شاهين سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروعي، الله الله. المركز الثاني شاهين عبد الله بن سعيد المري يتواجد هناك. على المركز الثاني ثالث المراكز سمحون محمد بن علي بن حمد المنصوري. المركز الرابع مصيحان طارش بن محمد بن مخيط المسافري، ولكن من القادم من القادم راشد بن محمد بن راشد المنصوري. هناك وصول، وصول سلهود في هذه اللحظات، ووصول ايضا هملول محمد بن سعيد بن احمد الرميثي. يلا يا الرميثي، حرك يا الرميثي، تابع يا الرميثي هذه الانطلاقه الجميله والمميزه. الله الله، اشتدت المعركة، اشتدت المعركة هنا، اشتد النزاع على المراكز الأمامية. ما زال المزروعي، ما زال المزروعي صامد صمود الجبال مع المقدمة ومع الصدارة. شاهين سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروعي، خلي بالك المزروعي اصمد مع المركز الأول. المركز الثاني شاهين عبد الله بن سعيد المري. الله الله، دوحة الخير تنتظر السلامات. المركز الثالث وثالث المراكز سلهود راشد بن محمد بن راشد المنصوري. رابع المراكز المركز الرابع هناك سراب شعر بن هي سالم بن منصور بن هي العامري، ولكن تحرك الرميثي، تحرك الرميثي في هذه اللحظات. محمد بن سعيد بن احمد الرميثي في هذه اللحظات. الله الله، وصول من شاهين، وصول من شاهين. هناك من يتواجد هنا في هذه اللحظات، ذياب بن غانم بن علي بن حمود الظاهري من يتواجد وينطلق في هذه اللحظات، بينما التسلل محمد بن سعيد بن احمد الرميثي قادم منطلق في هذه اللحظات. السلامات وين؟ السلامات حايره، حايره السلامات، ولكن اقرب للمزروعي، اقرب للمزروعي. ما وصلناه الكيلو، ما وصلناه الكيلو، ولكن بينت، بينت لائحه كيلو متر الاخير. الله الله، خلاص خلاص خلاص، بدات الاوامر، بدات الاوامر هنا. بوابه العبور، بوابه العبور، بوابه العبور. يا المري هجز يا المري، انطلق شاهين، انطلق شاهين، حرك هملول. الكيلو الاخير، الكيلو الاخير، ويا مخطر، يا مخطر هذا الكيلو. سلهود تقدم، سلهود راشد بن محمد بن راشد المنصوري، ولكن ولكن العمال، العمال علي بن حمد البطيء المري
يا سلام البطيل ولكن هملول محمد بن سعيد بن احمد الرميثي هناك غادر منطلق مع الصداره منطلق مع الصداره شاهين يحاول شاهين يحاول ولكن شوفوا من القادم شوفوا من القادم العمال قادم العمال قادم هناك على المركز الثالث في هذه اللحظات الله الله علي بن حمد البطيل المره يا سلام الرميثي حرك الرميثي حرك هناك مع الصداره هملول مع الصداره هملول مع المقدمه محمد بن سعيد بن احمد الرميثي هناك مع الامتار الاخيره ال 500 متر ال 500 متر العمال يحاول العمال يحاول هملول يحاول شاهين من الجانب الاخر شاهين من الجانب الاخر الناموس حاير شوط الختام شوط الختام عاصمه الميادين هنا تنطلق بهذه الهجن تنطلق بهذه الشعارات الجميله ولكن السلامات وين يا غميه السلامات وين يا غميه سلام يا السمحه سلام سلام هملولي سلام سلاله هملوليه سلام يا الرميثي هنا في هذا الصباح الجميل من عاصمه الميادين الى السمحه هنا سلام يا السمحه سلام سلام يا السمحه سلام يا الدكتور هنا على هذا الاداء الجميل والمميز خط النهايه يفتخر هنا بحضور هملول على الصداره محمد بن سعيد بن احمد الرميثي المركز الثاني العمال علي بن احمد البطيل المري المركز الثالث كان من نصيب شاهين عبد الله بن سعيد المري المركز الرابع وصول من الحذر سيف بن مسفل بن راشد العميمي وهناك المركز الخامس وصول من شاهين هناك ايضا ذياب بن قادم بن علي بن حمودة الظاهري من يتواجد على المركز الخامس اعود مع التوقيت الزمني عبر سيدة الخالوات ابو ظبي الرياضية شكرا يا الهوالي على هذه اللقطات الجميلة المميزة دائما هناك لحظات وصف هملول محمد بن سعيد بن احمد الرميثي قاطع المسافة في زمن وقدره 13:26 ثمان اجزاء من الثاني تهانينا والناموس لهذه السمحة بينما المركز الثاني لحظات وصول المركز الثاني وعبور هناك وصول من العمال قطع ايضا مسافه 8 كيلو مترات عن علي بن حمد البطيل المري 13:30 ثمان اجزاء من الثاني اما المركز الثالث لحظات الوصول والعبور هناك من شاهين وعبد الله بن سعيد المري من يقدم انطلاقه شاهين قطع المسافه في زمن قدر 13:32 سبع اجزاء من الثاني تهانينا وناموس لجميع الفائزين